شرفني ان اقدم الاخت العزيزه الغاليه استاذ دكتوره هدى بحر، استاذ الامراض الصدريه بكليه طب طنطا، هتكلمنا على البارا نيمونيك بلورال افيوجن. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. احب في الاول اشكر الاستاذ دكتور ابراهيم المحلاوي وجمعيه نايل نايل دلتا على المؤتمر السنوي، وبقول له يا رب كل سنه وانت طيب وكل مؤتمر ناجح باذن الله وموفق، وربنا يديك الصحه دكتور ابراهيم اللي بتجمع الكوكبه دي كلها موجوده. بشكر منصه كريمه على تقديمي، وبشكر زملائي اللي سمحوا لي ان انا ابدر المحاضره بتاعتي، والله ده الظروف غصب عني. معلش حد منكم يسمع تمام. Paranumonic effusion refers to accumulation of fluid in the pleural space in setting of adjacent pneumonia. At least 40 to 60 patients with bacterial pneumonia develop pleural effusion of varying severity. 20-40% of hospitalized patients. Both virus and bacteria can cause paranumonic effusion. Despite large number of paranumonic effusion following pneumonia, less than 10% required aspiration. في ديفينيشن لازم تتقال عن البارانومونيك افيوجن. اول حاجه لو كان انكومبليكيتد او سمبل، الانكومبليكيتد او سمبل دول اللي بنشوفهم من 40-60% من الحالات، ودي عباره عن فري فلوينج افيوجن في وبيبقى سترايل، يعني بيبقى فري وسمول ان اماونت وسترايل. كومبليكيتد افيوجن انفكتد ويز بكتيريا، سواء البكتيريا دي كانت اللود بتاعها كبير كتير او النمبر بتاعها كتير في الافيوجن، اتليست تديني بوزيتيف في الكالتشر او الجرام ستين بيبقى بوزيتيف. كومبلكس افيوجن، الافيوجن اللي حصل فيه انترنال ليكوليشن، يعني ابتدى يحصل فيها سبتيشن وليكوليشن. يوني لوكيليتد اللي هي عملت لوكيليشن واحده بس بانترنال سبتا موجوده في البلورا. التايبس دي قسموها على حسب الانفستيجيشن اللي هنلاقيها في الفلويد. طبعا في الثلاثه بيبقى اكسوديتيف ما عدا في نمره كومبليكيتد او السمبل والكومبليكيتد والامبايمس والراسيس بيبقى اكسوديتيف، ولو حصل ان في نيجلكشن في التريتمنت بيقلب بعد كده امبايما، لان الامبايما تقريبا 60-70% من الكوزس بتاع الامبايما بتبقى سكندري تو بارانيمونيك افيوجن. كلهم بيبقوا نيتروفيلك لو كان اباف من 7.2 البي اتش بتاعه. البي اتش على فكره بتتقاس بجهاز البلاد جاسس، كنا زمان بنقيسها بورقه عباد الشمس اللي كانت موجوده زمان عندنا يعني في القديم. اختلفوا بقى على ايه؟ على الشوجر ليفل. في بعض الكلاسيفيكيشن قالت لو اقل من 60 او 60 او اكتر من 60، كلاسيفيكيشن ثانيه قالت ارقام بعد كده وهنبقى نقولها ان شاء الله. طول ما هو 7.2 يبقى انا محتاجه بس ان انا فولو اب او سمبل سوراكوسنتيسيس. اول ما يبقى 7 لازم يبقى في انتركوستال انتيوبيشن محطوطه. جرام ستين والكالتشر والبكتيريال كاونت في الانكومبليكيتد او السمبل بيبقوا نيجاتيف، وكذلك في الكومبليكيتد نيجاتيف بيقولوا لان بيبقى فيه رابيد كليرنس. لما لو اديت جود تريتمنت بجود انتيبيوتيك بيبقى فيه رابيد كليرنس او البكتيريا اللود نفسها بتبقى لو، فعشان كده ما بيبانش في الجرام نيجاتيف في الجرام ستين او في الكالتشر. اما طبعا في الامبايما بتبقى بوزيتيف الجرام ستين والكالتشر والبكتيريال كاونت. البكتيريولوجيكال كوز بتعتمد في الاول لو كان جرام بوزيتيف بنلاقي الستريبت نموني والستاف اوريوس ريسبونسبل فور 70% من ايروبيك جرام بوزيتيف. جرام نيجاتيف كليبسيلا سيدوموناس هيموفلس سبيسيس في جرام نيجاتيف، البكتيرويدز والبيبتوستريبتوكوكس دول في الكومنست انيروبيك اورجانيزم. الايفوليوشن اللي بيحصل في البارانومونيك افيوجن عندنا 3 ستيج. الستيج الاولانيه اللي هي الاكسوديتيف ستيج، ودي بيبقى فيه انكريس في الكابيلاري بيرميابيلتي نتيجه البرو انفلاماتوري سايتوكاينز اللي هو سايتوكاين انترليوكين 8 وتيومر نكروزس فاكتور الفا. الايرلي ستيج دي زي ما قلنا ان هي بتبقى اكسوديتيف وبتبقى فيها بكتيريا، بتبقى جرام ستين بتبقى نيجاتيف والكالتشر بتبقى نيجاتيف. دي بتاخد حوالي 2-5 دي بعد النمونيا وبيبقى سيمبل وبيحصل لها كليرنس لوحدها سبونتينيوس. الفايبرينو بيورلانت ستيج دي بتاخد من 5-10 دي لو انا عديت السيمبل ستيج ما اديتش البروبر انتيبيوتيك ممكن يحصل عندي فايبرينو
بيورلانت ستيج، وطالما في فايبرس دي بتاخد وقت كبير شويه في ان هي يحصل لها ريزوليوشن. بعد كده الاورجانيزنج ستيج ان يبقى فيها سيبتيشن وليكوليشن، دي وصلنا لمرحله ان هي من 2 ل 3 ويك لو العيان نيجلكتد او ما خدش البروبر تريتمنت، وفي الحاله دي بنحتاج سيرجري ما بتعديش عادي. اتقسمت الستيج تاني لحسب الكومبليكيشن حصلت ولا ما حصلتش، سيمبل او فايبرينو بيورلاند او اورجانيزنج. في كل الحالات دي ابتدوا يحطوا حاجه اللي هي ال دي اتش. ال دي اتش لو كانت اقل من 1000 دي في السيمبل، لو كانت اكتر من 1000 انترناشونال يونت دي في الستيج 2. اما لو كانت في الستيج 3، طبعا انا خلاص ستيج 3 وصلت ان انا بسحب بس، فخلاص مش محتاجه ان انا اعمل ال دي اتش. فبالتالي اتحطت الكرايتيريا بتاعت ال دي اتش في الستيج 1 وستيج 2 بس. وهنا برضو في الكلاسيفيكيشن دي قالوا لا، الجلوكوز لو اقل من 40 ملي جرام بير لتر يبقى في الحاله دي دخل في الكومبليكيشن، ما عادش الرقم ال 60 اللي كان محطوط، والبي اتش 7.2 زي ما هي. الايميجن كاركترستيك في السيمبل بتبقى فري، الاماونت بتاعه سمول او مودريت، في الكومبليكيتد بتبقى لارج، وابتدى يبقى فيه لوكيوليشن، الثانيه بقى بتبقى فيه سيبتيشن وكل حاجه. الكلينيكال زي الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت النمونيا بالظبط، بيبقى فيه فيفر، بيبقى فيه كوف واكسبكتوريشن، بيورلنت اكسبكتوريشن، ورايز في البودي تمبريتشر، بلوريتك شست بين لازم يبقى موجود علشان نعرف ان في بلورال افيوجن اتكونت او ما اتكونتش. من الهيستوري بنعرف اذا كان في فيفر وتاكيبنيا وتيكيكارديا، ده بالكلينيكال. البلورال افيوجن بقى دالنس في البركشن، والادجسنت نمونيا بنسمع عليها كراكلز والبرونكيال بريسنج. البارانومونيك افيوجن كونسيدر ديورنج انيشال ايفالويشن اوف افري بيشنت ويز بكتيريا نمونيا، لازم كل واحد عنده بكتيريا نمونيا ادور اذا كان في افيوجن ولا لا. البوسيبيليتي بتبقى طبعا عاليه، ولازم اخد بالي وانا بدي الانتي مايكروبيال ثيرابي بتاعي اذا كان فيه في العيان ده افيوجن ولا سيمبل نمونيا وزود افيوجن. الفولو اب بتاع العيان وان انا اعمل له انفستيجيشن كويس اذا كنت اشوف الافيوجن اللي كان ده سيمبل ولا كومبليكيتد، على اساس ادخل ايرلي مع العيان يقوم ما يدينيش كومبليكيشن في البلورا نفسها. اول حاجه الراديولوجيكال اكزامينشن، بنعمل بي اي فيو وبنعمل اللاترال فيو. لو كان في جاست اوبليتريشن للانجل يبقى معنى كده ان في عندي 500 ملي وفي الفلويد اتكونت. الكونسيستنسي بتاع الفلويد بتبان بالدنستي، احنا كنا زمان بنعرف نقرا الاكس راي واقول بالدنستي ده اذا كان ده سيمبل افيوجن ولا ابتدى الافيوجن ده يحصل فيه دبرس ولا ابتدى يتحول للامبايما من الريزوليوشن بتاع الاكس راي نفسها، الريبس باينه ولا الريبس مش باينه والدنستي بتاعتها شكلها ايه، وكنا بنقدر نحدد الحاجات دي. لكن طبعا بوجود السي تي الاجيال الجديده مش عارفه في الاكس راي كويس زي ما احنا اتعلمنا الاكس راي قبل ما يطلع الايفوليوشن بتاعت السي تي. طبعا الالترا ساوند ده من احسن الحاجات اللي الدايجنوست بيها البلورال افيوجن، وده اكسلنت تول وبيبقى سهل قوي ان هو موجود عندي في الاي سي يو، وثانيا ان انا اقدر اشوف لو كان سبتيتد ولا لا، ولو سبتيتد الاسبيريشن بتبقى جايدد بالالترا سونوجرافي، هتبقى اسهل كتير من ان انا اعمل بلايند اسبيريشن. الكمبيوتر توموجرافي عشان اشوف لو في اندرلاينج الاكستنت بتاع الاندرلاينج بارنكايمال ليجن، والبارنكايمال ليجن ده وصل لغايه فين. بيبقى في حاجه ساين موجوده في السي تي اسمها سبليت ساين، ان هي بتفرق البارايتر من الفيزرال بلورا، ودي بتبان في الميديستاينال ويندو، وبتبان الساينز دي اذا كان فيها سبتيشن ولا ما فيهاش سبتيشن، ولا حصل بلورال سيكننج ولا ما حصلش. وبيبقى السي تي بريفرال عن الاكس راي العاديه او عن السونار في ان هو يبين لي بلورال سيكننج حصل ولا ما حصلش. الاماونت بتاع الافيوجن طبعا بيتقاس، السيمبل ميثود بتاعتنا ان احنا بنعمل العيان لاترال ديكوبيتس ونشوف السيكنس بتاعت الفلويد اللي موجود عندي. لو زادت اكتر من 10 ملم يبقى معنى كده ان اقل من 10 ملم يبقى ده الفلويد ده هسيبه ومش هعمل فيه اي حاجه ومش هتدخل فيه ان انا اعمل اسبيريشن. اكتر من كده يبقى هبتدي اعمل اسبيريشن للفلويد. في طبعا ميثودز تانية عن طريق السونار بتتقاس وعن طريق السي تي بتتقاس، بس لها المعادلات بتاعتها. في ميثودز سهله قوي اللي هي في السي تي، اللي هي لو كان الكميه بتاعته سمول بواخده اقل من التلت التحتاني بتاع اللنج، لو مودريت خدت تلتين اللنج، لو لارج لو خدت اللنج كلها، لو اقل من 25 50 25 25 50، سمول مود مايلد مودريت، ودي اتحدد بيها الكميه بتاعت الافيوجن. طبعا لها فورمولا بس انا يعني لازم بتوع راديولوجي يبقوا عارفينها، واي حد بيعمل انتربريتيشن للسي تي او السونار يبقوا عارفين الفورمولا دي.
اول حاجه لو انا لقيت السكنس بتاعه اكتر من 10 مليمتر في اللاترال ديكيوبيتس او بالسي تي او السونار، يبقى في الحاله دي لازم اعمل للعيان سوراكوسنتيزيس وابتدي احلل البلورال فيوجن الموجود عندي. لو في لوكيوليشن شفتها في الاكس راي او العيان جالي متاخر، يبقى ده على طول بعمل له كونتراست سي تي وابتدي اسحب الفيوجن الموجود. الراديولوجيكال جايدنس للسوراكوسنتيزيس سبيشالي بالالتراسونوجرافي ماست بي دان وانا بعمل سوراكوسنتيزيس للعيان في الوقت الحالي، يعني ما ينفعش اعمل بلايند طالما السونار موجود. الاسبيريت بلورال فلويد سبجكت تو مايكروبيال اناليسيس، بلورال فلويد اند توتال اند ديفرنشال سيل كاونت، البايوكيميكال اناليسيس بروتين لاكتيك ديهيدروجينيز جلوكوز بي اتش، البايو ماركر زي السي رياكتيف بروتين بروكالسيتونين والاسترم. الاسترم دي اللي هي سولوبل تريجرنج ريسبتور اكسبريسد اوف مايلويد سيل 1، ده ماركرز بيبقى كل ما زاد الماركرز ده كل ما كان فيه سسبيشن للامبايما ان هي بقت كومبليكيتد بارانيمونيك افيوجن بالامبايما نفسها. مور ابروبريت انفستيجيشن بعملها لو فرض ان انا شاكه ان العيان ده ما يبقاش بارانومونيك افيوجن، ممكن يبقى شاكه ان العيان ده لا في حاجه ثانيه غير بارانومونيك افيوجن، فبضطر اعمل انفستيجيشن ثانيه للبلورال افيوجن اللي موجود عندي. المانجمنت اول حاجه ابروبريت انتيبايوتيك مانجمنت اوف البلورال فلويد بير سي. الابروبريت انتيبايوتيك بشوف النمونيا اللي جت عندي دي كوميونيتي اكوايرد ولا هوسبيتال اكوايرد، وعلى اساس كده انا ببتدي بالانتيبيوتيك الموجود عندي. لو كوميونيتي اكوايرد نمونيا بفضل في الاول ان انا بدي بيتا لاكتام واتيفر هو ايه اور فلوروكوينيلين. لو ده سيمبل وشفته من الاول سيمبل افيوجن. اما لو كان بعد كده حصل كومبليكيتد بدي البيتا لاكتام وادي معاه بلس فلوروكوينيلين. ولو شك انه يبقى سيدومونس لو هوسبيتال اكوايرد بدي البيبراسيلين او بيبراسيلين تازوباكتام او الامبينين انتي سيدومونس تريتمنت. لو الانوروبس انا شك برضو في الانوروبس بزود الكلينداميسين او مترونيدازول. الديوريشن اوف الانتيبايوتيك بيعتمد على ثلاث حاجات: الريسبونس للثيرابي، الاكستند اوف بارينكايمال او بلورال انفولفمنت، الاكستند اوف درينج اوف الفلويد لو الفلويد ده محتاج درينج او شيست تيوب انسرتد، او ريكومندد الانتيبايوتيك في الحالات دي من 2 لـ 4 weeks اوف الثيرابي. اول حاجه اتقالت ده اللايت كلاسيفيكيشن اوف تريتمنت سكيم للبارانومونيك افيوجن. اللايت كلاسيفيكيشن قالت لو سمول اقل من 10 سيكنس ديكيوبيتس بندي ما بنعملش سوراكسنتيسيس خالص، بندي انتيبايوتيك بس. لو الكلاس 2 تيبيكال اكتر من 10 مليمتر والجلوكوز اكتر من 40 والبلورال فلويد كان مودريت ان اماونت والكالتشر بتاعته كانت بوزيتيف ببتدي اعمل سوراكسنتيسيس بلس الانتيبايوتيك. بوردر كومبليكيتد بلورال افيوجن ده الجلوكوز فيه برضو لازال اكتر من 40، البي اتش اقل من 7.2، قالوا ال دي اتش في الحاله دي بتاعت اللايت كرايتيريا ما قالوش 1000، لا قالوا انا بشوفه في السيرم قد ايه النورمال بتاعه في السيرم قد ايه وبضربه في 3، لو لقيته اكتر من 3 يبقى انا كده دخلت في البوردر كومبليكيتد بلورال افيوجن، يبقى في الحاله دي لازم ادي الانتيبايوتيك برضو والسوراكوسنتيسيس على اساس ان الكالتشر عندي لازالت نيجاتيف. اما لو الكالتشر بقت بوزيتيف والبي اتش بقى اقل من 7 يبقى في الحاله دي لازم احط تيوب سوراكوتومي. ده بالنسبه للسمبل كومبليكيتد. اما الكومبلكس كومبليكيتد في الحاله دي المالتي لوكوليتد هدخل بقى ان انا احط تيوب سوراكوتومي واحقن فيها انتي فايبرينوليتك ثيرابي. السمبل امبايما فرانك باس بس بيبقى موجود في الـ في الـ في البلورا ما حصلش سبتيشن، اما الكومبلكس امبايما بيبقى فيه سبتيشن ودي بقى موال تاني هندخل فيه بس موضوعنا النهارده عن البارانيمونيك افيوجن. ودي الاس سي بي كلاسيفيكيشن قالت ان برضه كاتيجوري 0 1 2 3 ونفس الحكايه بالظبط بنفس الكلام لو اقل من 10 اكتر من 10 والكالتشر نيجاتيف، اما الكالتشر بوزيتيف بس هنا رجعوا للجلوكوز تاني رقم 60 وخلوا ال ال دي اتش اكتر من 3 ابر نورمال في السيرم. يعني احنا كل كرايتيريا واحده اللي هي 7.2 وال ال دي اتش اكتر من 3 مرات، اما الجلوكوز من 40 ل 60 فناخد بالنا من النقطه دي واحنا بنعمل التحليل. الكاتيجوري 1 اند 2 ده بيبقى سيمبل، التريتمنت بتاعه بيبقى جاست ان انا بدي الانتيبيوتيك وسوراكوسنتيز. اما 3 و4 هدخل بقى بعد كده في الانتركوستال تيوب وادخل سيرجيكال. المانجمنت اوف انكومبليكيتد بارانومونيك افيوجن فري فلوينج فلو لازم يبقى الكرايتيريا بتاعته فري فلوينج سمول مودريت سايز بلانتنج كوستوفرينك انجل بي اي اقل من 10 ملم سكنس او اقل من 100 ملي في الايميجنج اللي احنا لما بنحسبها بالسونار او بالسي تي. بندي امبيريك انتيبايوتيك ثيرابي
قبل ما اعمل اي حاجه، لان ما بيبقاش في عندي فلويد اعمل له كلتشر سنسيتيفيتي. جود كلينيكال ريسبونس لو حصل، كونتينوس ثيرابي فولو اب از اوت بيشنت اون انتيبايوتيك. لو نو انفستيجيشن اوف كومبليكيتد افيوجن بدخل على كومبليكيتد افيوجن. امتى اعمل الان كومبليكيتد افيوجن؟ سوراكوسنتيسيس لو الاماونت بتاعته كانت لارج اكتر من 10 ملي بس سيمبل، الكالتشر بتاعته كانت نيجاتيف وجرام ستين بتاعته كان نيجاتيف، او عمل لي ريسبيراتوري فانكشن امبيرمنت، او في ريسك اوف كومبليكيشن، او الافيوجن سسبكتد سورت sources of infection. معناها ان العيان ما بيتحسنش بالانتيبيوتيك غير لما اسحب له الافيوجن ده، خصوصا لو كان الاماونت بتاعه دخل من السمول للارج. اما لو في complicated pleural effusion بشوف الكرايتيريا زي ما قلناها بالظبط، بيبقى اكتر من 1000 ملي وانا بحسبها بالسونار وبالسي تي، البي اتش بتاعه لازم يقل 7.2 بدي امبيريك انتيبيوتيك ثيرابي وتيوب سوراكوتومي درينج، ري اسس كلينيكال وراديولوجيكال. حصل جود ريسبونس خلاص بكمل بانتيبيوتيك بس لغايه ما وصل 100 ملي اكمل بانتيبيوتيك وخلاص. ما حصلش جود ريسبونس بعمل اسس للانتيبيوتيك كفرج. لو انا مش عامله اسسمنت للكفرج بتاع الانتيبيوتيك بدور على الريزيستنت اورجانيزم والانيروبس وازود في التريتمنت بتاعي كانتيبيوتيك. اما بقى لو حصل ان انا عامله كفرج كويس للانتيبيوتيك بس في عندي مينيمال درينج، يبقى في الحاله دي بزود الشيست تيوب احط واحده ثانيه، او ابتدي ادخل واشوف بعد كده بالسي تي حصل ان الافيوجن قل وادت جود ريسبونس خلاص كويس قوي. ما حصلش انه قل وادت جود ريسبونس لازم اعمل سيرجري وادخل على فاتس على طول. الشيست تيوب كان جنرالي بي ريموفد لما كميه الافيوجن عندي توصل ل 50% لمده يومين او ثلاثه، يبقى في الحاله دي لازم اعمل ريموفال للشيست تيوب لان حصل جود درينج، بشيل الشيست تيوب واكمل تريتمنت انتيبيوتيك للعيان. ما بوقفش الانتيبيوتيك غير لما يحصل راديولوجيكال امبروفمنت والاقي ان الكميه بقت صغيره وده سيكنس، واستنى على السيكنس ده ممكن اب تو 6 شهور بيبقى ريزولف لوحده سبونتينيسلي. Failure late treatment, failure to improve after antibiotic and tube thoracostomy drainage. يعني الإفيوجن worsen والفيفر persist والنيو فيفر developed persist worsening leukocytosis. يبقى في الحالة دي أنا ما عملتش coverage كويس والدرين كان inadequate. الاثنين كانوا عندي. يبقى الانتيبيوتيك coverage كان مش كويس والinadequate drainage برضو ما كانش كويس. 50-80% respond to non-surgical alternative such as antibiotic adjustment أو adjust a drainage procedure وأحقن tissue plasminogen activator أو deoxy ribonuclease. أما السم كاتيجوري الثانية هتحتاج intervention زي الفاتس. البروجنوزس عندي باس باد بروجنوزس لو باس في البلورال سبيس، جرام ستين والفلويد كان بوزيتيف، الجلوكوز اقل من 40، الكالتشر بوزيتيف، البي اتش اقل من 7، ال ال جي اتش اكتر من 3 في الابر نورمال ليميت، البلورال فلويد حصل فيه لوكيوليشن، يبقى معنى كده ده بروجنوزس بات. ده اخر سلايد عندنا بيجمع الموضوع كله. انا اديت ثيرابيوتيك تريتمنت وعملت ثيرابيوتيك سيراكوسنتيسيس لللارج اماونت والكومبليكيتد كيس. لو الفلويد كله ريموفد يس هيحصل ايه؟ بكمل بعد كده بالانتيبيوتيك وما برجعش تاني. اما لو الفلويد ريكير بشوف لو باد بروجنوستيك فاكتور، في باد بروجنوستيك فاكتور، لو نو برضو بكمل انتيبيوتيك بعمل كونتينيوس ثيرابيوتيك سيراكوسنتيز. لو الفلويد تاني ريكير بعد كونتينيوس ثيرابيوتيك سيراكوسنتيز وفي باد بروجنوستيك فاكتور لازم احط تيوب ثيراكوستومي في الحاله دي. اما هنا لو حصل اول فلويد ريموفد، ما حصلش اول فلويد ريموفد وفي باد بروجنوستيك فاكتور اللي احنا قلنا عليهم، اوبراتيف كانديد. لو الاوبراتيف كانديد هحط في الاول انتركوستال تيوب واحط فيها فايبرينوليسيس، حصل امبروفمنت العيان بكونتينيو انتيبيوتيك. لو ما حصلش امبروفمنت بعمل سوراكوسكوب، اللنج اكسباند خلاص كويس كونتينيو انتيبيوتيك، اللنج نوت اكسباند بعمل ديكورتيكيشن. ثانك يو فيري ماتش. شكرا للاستاذه الدكتوره هدى بحر.